أضخم ثعبان في العالم، لن تصدق كيف يأكل ضحاياه. أمر مدهش يجعلك تقول سبحان الله. سنراه معا في هذا الفيديو، ولكن لطفا قبل أن نبدأ ادعمنا بلايك لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. لابد أنك تتساءل عن أضخم الحيوانات الزاحفة في العالم، ولا شك أيضا أن هناك الكثير من الأشخاص الذين رأوا ثعبان في منازلهم أو بالقرب منها أنهم كانوا يظنون أنهم عثروا على ثعبان ضخم بالغ. ولكن في هذا الفيديو يا عزيزي ستكتشف أنك إذا سبق لك ورأيت ثعبان في الحقيقة لن يكون سوى مجرد شيء صغير، وذلك مقارنة بما نراه معا في الدقائق القادمة. إنه الثعبان الأضخم في العالم، الأناكوندا. الأناكوندا هي فصيلة من فصائل البؤات، وهي ثعبان كبير الحجم يصل إلى 6 أمتار في الوضع الطبيعي، وهناك بعض الطفرات تصل إلى 10 متر. وهذا الثعبان موطنه الأصلي في أمريكا الجنوبية وإستراليا. والأناكوندا تعد ثعبان غير سام، ولكن تقضي على فرائسها بالضم والضغط على الجسم حتى يتفتت عظمها وتنفجر عروقها، وهذا بفضل جسمها الطويل وهيكلها العظمي المميز، حيث تتراوح فقراتها من 200 إلى 400 فقرة تساعدها على الحركة والعصر والسباحة، وباستطاعها بلع رجل بالغ كامل، وعند وجود فريسة أخرى ترمي ما في بطنها وتلتهم الفريسة الجديدة. للأناكوندا صفوف من الأسنان العادية على عكس الثعابين السامة التي لديها أنياب بدلا منها. ثعابين الأناكوندا الخضراء تعتبر أكبر الثعابين في العالم قاطبة، قد تعيش أفاعٍ أخرى لفترة أطول، ولكن لا يوجد ثعبان في العالم يضاهي الأناكوندا في الوزن، فيمكن لأضخم أنواعها أن تنمو لتصل إلى طول 8 أمتار ووزن 200 كيلوغرام. وعين الأناكوندا وفتحة الأنف تقعان في الجزء العلوي من رأسها، وذلك لكي تتمكن من التنفس ورؤية فريستها أثناء غوصها تحت الماء، ولكي يجد ضالته. ويصل قطر الثعبان من نوع أناكوندا التي تعتبر أفعة مائية إلى 30 سنتيمترا، وتعتبر الأنثى أكبر حجما من الذكر. ومع أن الأناكوندا قد تتناول طعامها مرة أو مرتين في السنة، إلى أنها تلتهم فريستها حية بادئة بالرأس، ولأن فكيها مفصولان عن بعضهم البعض فإن الثعابين يمكنها أن تلتهم فريسة أكبر منها بكثير. وعلى الرغم من أن الأناكوندا الخضراء تشتهر بكونها مفترسة للإنسان، إلى أنها نادرة ما تهاجم الإنسان، وتقتل الأناكوندا فرائسها بقوة العصر لا بالسم، والإمساك بإحداها يتطلب شخصين على الأقل والكثير من المهارة. والمهم عند الإمساك بها أن لا تسمح لها بتكوين حلقة حولك. وأفعى الأناكوندا الخضراء تتغذى في بيئتها الطبيعية على الأسماك والتماسيح والطيور المختلفة وأية حيوانات أخرى، وقد تقترب من الماء حتى تشرب مثل الغزلان وغيرها. وهناك أيضا حالات موثقة عن إناث أناكوندة خضراء كبيرة تغذت على ذكور أناكوندة خضراء أصغر حجما. وهذه هي كانت باختصار أهم المعلومات عن أضخم ثعبان في العالم، ودمتم في أمان الله.